مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم. دلوقتي هنقدم لكم حلقه جديده من برنامج مقالب في الملاعب مع وحيد سيف. دلوقتي أنا جبت لكم لاعب اسمه توني، تعالوا شوفوا أنا عملت إيه مع توني. أنا معاك دلوقتي برنامج الشباب والرياضة، ومعايا اتنين من الابطال الكبار قوي 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 قوي. معايا الانسه بوسي، بطله العالم في لعبه البيلي ولعبه البلياردو من تحت الترابيزه، ومعايا الاخ البطل العظيم توني، بطل السباحه فوق الماء. ما شاء الله عليك، لا باين عليك. اهلا بيك. اهلا بيك. قولي لي يا انسه، اول تجربه لكي تحت الميه امتى؟ كويس قوي، كويس قوي قوي قوي. تاني تجربه بقى ان شاء الله؟ من سنتين. من سنتين تحت الميه ولا فوق الميه؟ لا لا لا، شكلك فوق الميه. لا صحيح، بتمشي فوق الميه ولا بتعومي تحت الميه؟ ده سؤال. لا ارجوكي ارجوكي، لا تقولي كده. لا مش كل ما اسال هتعوضي. لا اهدي اهدي ارجوكي، اعملي معروف. يا توني، اخبار لعب البلي معاك ايه؟ لا ارجوك ارجوك، مش كده على طول، ادي الفرصه للسؤال. انا بقول لك فكر. بقول لك ايه؟ بقول لك شوف، بص هي، استنى يا اخي استنى، مش كده على طول، اصبر اهدى كده. اخبار كرة السلة معاك ايه؟ كرة السلة شغالة. شغالة؟ شغالة تمام. النادي بتاعك انهي نادي؟ نادي الارمى. هو ده الارمى اللي انت بتشتغل فيه؟ اه. يعني ده اللي بتلعب فيه كرة السلة؟ بالظبط. انما بتدخل جوان كتير في كرة السلة؟ اه. جوان؟ جوان كتير. جوان كتير. كمان بنلعب حاجة اسمها الداخلية. الداخلية؟ اه الداخلية. ايه الداخلية دي؟ تبع الدوري المصري. اه تبع الدوري المصري. تبع الدوري المصري، لكن ده دوري تاني. لكن انت شكلك كده ما اعرفش. ايه؟ شكلك؟ ما اعرفش. لا مش عاجبني، مش بتاع سلة ولا حاجة. إيه؟ انت تلعب حاجة غير السلة. تلعب بولة. عارف البولة؟ عارف البولة؟ اه عارف البولة. انت بتتكلم كتير ليه معايا؟ ما انت حضرتك بتسألني. لا احترم نفسك بقى، احترم بعض. اوكي. مش كده على طول. وانت يا بطلة. يا بطلة، شكلك بطلة فعلا. اخبار التنس معاك ايه؟ تمام. يعني ايه تماما؟ عاوز اجابة. اخبار التنس ايه؟ يعني ثلاث بطولات لغاية دلوقتي. ثلاث بطولات؟ أول بطولة خدتيها في نادي ايه؟ نادي الأرمن. الأرمن؟ نادي الأرمن. خدت بطولة تنس؟ تنس بس؟ من فضلك انا عاوز اعرف حاجه، اخبار السباحه معاك ايه؟ مستضيفني عشان خاطر انا لعيب كره سله، مش عشان خاطر انت السباحه. ايوه يعني انت ما عندكش فكره عن السباحه؟ لا لا ما عنديش. انا سله بس. طب لحظه واحده. اوكي. اهلا وسهلا يا نساء، انا معجب بيكي جدا. والله من اول ما شفتك قلت البنت دي لها مستقبل. اهلا بيكي. انت يعني بتشتغلي ولا ما بتشتغلي؟ ها؟ حاليا لا، انا متفرجه البطولات اللي انا بطلعها. اه وبابا، بابا بيشتغل. بابا مدرب. استنى استنى لحظه. لا ما تستعجلش. بابا بيشتغل. مدرب والله، مدرب باسكت بول. مدرب باسكت بول. ما علمتيش مين بابا؟ لحظه يا اخي. لحظة يا أخي. لحظة مالك مستعجل في التمرين؟ حجيلة. بابا مش فاهم. مدرب باسكت بول. علمك الباسكت بول؟ والله بابا حلو زي كده.
استنى يا راجل، استنى يا راجل، استنى يا راجل، عيب كده، عيب. عيب. صديقك ايه وبتاع ايه؟ حركنك شوية، في ايه؟ في أحلى منك، في ايه؟ مرتاحة في القعدة دي؟ حقيقي القعدة دي مريحتي. الله يخليك، تصدقني أنا مرتاح أوي. ما تجيش تعالى يا أستاذ. أعمل إيه؟ أكورها لك؟ والله أكورها لك. هي كلها كوره في كوره. بقول لك انت عارف وشك. احترم نفسك. احترم نفسك. انا محترم نفسي يا زهير. سيبنا اشوف مستقبلي. ده مستقبلي. انا كده مستقبلي هدي يعني. ده انت الماضي نفسه. ايه رايك؟ اسكت. ايه يعني اسكت؟ حقيقي مرتاحه في القعده دي؟ تمام. الله يخليك. طب سؤال لسه عشان امشي بقى. لحظة شوية. ايه عاوزك؟ يعني انا كده ممشي بجد. انا عايزك ما تمشيش. عايزك لسه اتكلم معاك. انا دلوقتي عايزك اقعد يا اخي. اقعد مالك مستعجل جدا. وقتك جاي. وقتك جاي. طب خليك صريح معايا. انا معاك اهو. المدبازيل دي جميلة؟ اه حلوة. يعني اسيبها وادور لك انت واتكلم معاك؟ استنى بس. على فكره قول لي انت بتلعب من زمان؟ يعني من 6-7 سنين كده. لعبت في الفريق الرسمي يعني الرئيسي؟ اه والله؟ الاساسي كمان. الاساسي؟ اساسي كمان. كم مباراه لعبتهم لغايه يعني دلوقتي؟ يعني 20 مباراه دوليه. الله، دوليه؟ اه دوليه. لعبت دولي؟ اه بنلعب دورات ايرمان عالميه. يا سلام. دورات ايرمان عالميه. لا والله انا شاكك فيك. لحظه. شاكك فيك. والله ده ما اسموش كلام. ده ما اعرفش شكل يعني. انت حضرتك يعني حاجه مش عارف. مش مريحاني والله. ما اعرفش يعني. انا ما اطلعش انا لعيب باسكت مثلا. اطلع لعيب سباحه. انت كويس وكل حاجه. في حاجه كده بتخليني مش مرتاح لك. اقعد مع بيبي. لا اقعد. لا ولا ولا اقعد اقعد. ما تخلينيش ازعل منك. لا انا متهور. انا بحترمك بس. بقول لك انا متهور اضربك. ماشي. اه عشان بس بحترمك. اقعد بقول لك وما تتكلمش، ما تضيعش وقتي. ايه يا حبيبتي؟ مرتاحة؟ والله انا سعيد بيك يا عوي. لا خد راحتك بقى، خد راحتك. ده انت خايف يا راجل. تعالى بقول لك يا علي. انت زعلت ولا ايه؟ تعالى تعالى بس تعالى. تعال اقعد يا راجل. اقعد 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 اقعد. انت زعلت يا ابني؟ اه طبعا لازم اقعد. احنا بنضحك معاك. الله. انا بنضحك معاك بنهزر. انت حضرتك مش بتصور يا راجل. ده ماء اللي بيتعمل فيه. مقلب. دي الكاميرا الخفيه. الكاميرا الخفيه؟ عارف الكاميرا الخفيه؟ اهي قدام. انت معانا. مرحبا، اليوم معنا الكابتن احمد عزام. طبعا نحن ناويين نعمل فيه مقلب كتير مهضوم. بدنا ما ننسى انه الكابتن هو لاعب بالمنتخب السوري وبنادي الوحده وبنادي الجيش. خليكم معنا مشاهدين، المقلب كتير رح يطلع حلو. مرحبا. عفوا بس حضرتك شو عم تساوي هون؟ شو عم تساوي هون؟ اه ظاهر انت فهمان الموضوع غلط. هي صالة، صالة نساء. فكيف دخلت لهون حضرتك؟ انا بعرف انه صالة رجال مو نساء. لا لا لا، هي صالة نساء صدقني، وانا الكابتن هون. ما بعرف مين دخلك لهون؟ انا لاعب. انا هون ما بدي فوت. لا انت مين حضرتك؟ عفوا مين حضرتك؟ انا لاعب منتخب سوري احمد عزام.
اهلا وسهلا فيك يا هلا. يعني انت شرفتنا الحقيقه، بس بالصاله هون والله ممنوع، انا ما بقدر. يعني انا هلا جاييني شيء 40 بنت بدهم يتمرنوا هون، ما بعتقد انت حتنبسط كثير لما تشوفهم. فلو سمحت هلا في صاله رجال هون مسكرينها ولا مسكرينها؟ في صيانه. وانا وين بدي اروح لحالي عندي تمرين؟ والله انا مضطره انه يا كابتن هيك تتمرن باي مكان ثاني بالبيت هون هيك بالحاره. اعمل هروله يعني، اعمل اي شيء. اهلين 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 كابتن، كيفك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. كابتن ما بعرف، انا اجيت لقيته يعني عم يتمرن هون. شو هو لافته طويله عريضه برا صاله نساء ومدخلين كثير رجال لهون، ما بصير حكي. والله يا كابتن مو بايدي، انا هلا فتت ولقيته هون. هلا هلا بده يطلع هو. مين حضرتك انت؟ ما بدك تطلع؟ اهلا وسهلا. انا بجي كل يوم اتمرن هون، انا احمد عزام. لا مو هون. اهلا وسهلا. انت بتجي بتتمرن هون؟ انا بتمرن بالصاله هنيك، بس اليوم صيانه الصاله هنيك، عم بجيك لهون. بالصاله هنيك بتتمرن؟ لا بالصالة هديك. بالصالة هدي هون، يعني قصدي بالنادي هون. طيب ما قريت اللافتة المكتوبة برا؟ ما انتبه. الله يوفقك يا كابتن. خلص خلص الله. وانت بتتحملي المسؤولية كاملة. انا اسفة انا اسفة كابتن. الله يوفقك. بس شو هالإدارة يا كابتن؟ الله يوفقك. يا شفتي يا سيد شو عملت فيه؟ انت بتعرف مين هذا؟ لا والله مين هذا؟ ابنه لصاحب النادي. هذا ابنه، هذا هو اللي وظفني هون. ايوه انا ما صدقت لقيت شغل هون، اجيت انت بسبب فوتك لهون يا زلمه، خربت لي الامور كلها. طيب لازم كل يوم. طب اقرا يا اخي، اقرا في صاله نساء، اقرا، عذب حالك شوي واقرا. ما انتبهت. شو بتعمل بهالحاله؟ خربت لي بيتي هيك؟ سمعت شو قال هو؟ انت سمعت شو قال؟ بده يعني اطلع على الاداره يا زلمه. بتعرف شو يعني اللي بيطلع على الاداره هون؟ خلاص انتهى مستقبله. هلا مش فيك ما عاد في شغل؟ انت بدك تعمل لي واسطه؟ يا معتا اذا نحن ما بكمل، انت بدك تعمل لي واسطه؟ هلا بتشوفي ما بيطلع بايدك. والله ما بيطلع بايدك. ما بيخلوا الواسطات هون تشتغل. هلا هو بينزل بيتمرن هون احيانا، انا بخليه يتمرن بما انه ابني صاحب النادي، بس بيطير عقله اخي بس يشوف الرجال هون. فلو سمحت قبل ما ينزل المدير بيزعل. هلا بينزل ابوه الله يوفقك. صلي خمس دقائق بنبلش تمرين. وين بدك تتمرن هلا؟ بالشارع هروله. ما بدي والله هيك هون قدام النادي، قدام النادي الشارع هذاك والله العظيم يا ما انا راكضه فيه عن جد. شارع كثير كثير محترم، فيك تركض ذهابا وايابا وما في سيارات. على فكره عرفتي نحن جماعه مشهورين، بنمشي بالشارع العالم كلها بتعرفنا. معقول نركض بالطريق؟ انا بيقولوا عني مجنون. عفوا ما حدا بيعرفني بالبلد؟ لا عفوا منك، انا عندي 40 متدربه، اذا بيجوا لهون بتشوفهم كيف بيبوسوا ايدي لحتى مرنوا. 40 متدربه؟ انا نحن قد ايش عدد سكاننا؟ ليش عدد سكان بلدنا؟ ما بعرف. انت بتعرف العالم هون بتعرفنا الحمد لله، عرفتي شلون؟ بس نمشي بالطريق. طيب انت عم تستغل شهرتك قدام هالمعتره يعني. الله يخليك يا كابتن، الله يوفقك. اطلع لبرا لا تعمل لي مشاكل. والله انت كابتن وانا كابتن، نحن اثنين بنفهم مع بعض. بتعرف شو يعني حدا يقول لك بري؟ الله يوفقك. ما في هلا بيجوا. انا بطلع بشوفك. 10 دقائق خلص. يلا انا بتوقف. يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه. يلا 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 جو. يلا انا بدي مرنك. ايه انا بدي مرنك. يلا على فكره لازم انت تعمل تمارين ماده طالع لك كرسي. الله يوفقك. بس لحتى بس بسرعه بسرعه لحتى اشوفه قبل ما يجوا. الله يوفقك. طيب يا كابتن بعدك هون عم تتمرن؟ طيب انا شو قلت لك؟ الله يوفقك، ما قلت لك 10 دقائق واطلع؟ ما صار لك دقيقتين. طيب شو هالدقيقتين؟ الله يخليك يا كابتن، الله يوفقك. انت بتعرف شو عملت فيي هلا؟ انا هلا طلعت بهالدقيقتين، طلعت على الاداره. ايه انا فصلوني من الشغل. ليه؟ شو قالوا؟ قلت لهم احمد عزام عم يتمرن تحت. قال مين هذا احمد؟ واذا احمد عزام انا ما بستحي اتصل فيه ورجع لهون. المدير. المدير قال لك ايه؟ والله. مين احمد عزام؟ ايه قال ما بيعرفه. اه؟ هو مين؟ هو المدير تبع النادي. والله عملت لي مشكله كبيره، الله يوفقك يا كابتن. شكرا يا يابا، هالمره كرمالك ما حنحكي تمرين، بس انا هلا طالع. لوين طالع؟ طالع لعنده. انت بتعرف شو ممكن تعمل هلا اذا طلعت لعندهم؟ بيقولوا عني فساد انه نزلت اشتكيت لك، بيقولوا لي بالله عم تشتغلي بالنادي تبعك. واسطه انا بدي احكي بشانك انه انا غلطان. طالع له انا غلطان، انا غلطت فت على هالصاله هي، انت ما دخلك شان هيك طالع. بس لا تقول له انه في واسطه بيناتنا، ما في واسطه وكذا، لانه بتعرف شو بيقولوا؟ بيقولوا انه انا مثلا يعني انا طلعت رزقي هون، انه جابت لنا واسطه احمد عزام يا بابا كذا.
هيك بصيروا يقولوا. انا ما بدي انت تتصرف على اساس انه احنا في معرفه بيناتنا، واذا حواليك شغل هون ولا هون انا جاهزه والله. يعني في حال الله هون هون انت حاضر تدبر لي شغل. ايه الله يوفقك. لوين هلا انت رايح؟ انا طالع رايح على البيت بدي خلص تمرين. ما رح تطلع على الاداره؟ اطلع شوفهم احكي معهم مشان بس قل لهم انه انا الغلطان، انا من فوق لتحت كلي غلط. هيك قل لهم، قل لهم انا غلطت، انا اسف، انا بعتذر. هيك قل لهم. الله يوفقك، الله يوفقك يا كابتن. بس كابتن انت بس قبل ما تروح بدي احكيك كلمتين بس، لانك كنت كثير لطيف معي وهيك جنتل كثير، فانا كمان ما راح تقل عليك دم، وبدي اقول لك انه كانت معك الكاميرا الخفيه كمان هون في الكاميرا الخفيه والانديه والمنتجات الرياضيه. يا حبيبي يعني احنا عم نعمل فيك مقلب يعني، حتى حاطين كاميرا ومخبينا هون بالنادي عم ندور عليها. تمام. ايه شوف هي بلكي فوق هني فوق هالضوء لقيتها؟ لا والله وين؟ ما تاخذني كابتن. اشيل الكاميرا. بس عجبتني توصلت كاميرا خفية كمان للمشاهد. لك شكرا كثير كابتن، شكرا الله يعافيك. تعالوا تعالوا شوفوا المقلب الحلو ده. السلام عليكم. سلام. الله. مرحبا. هلا. كيفها؟ الله يسلمك. كيف صحتك كابتن؟ الله يخليك. شلونك؟ شو اخبارك؟ مرحبا. تمام الحمد لله. كيفك كابتن؟ تحط الكاميرا هون. شو اخبارك؟ والله تمام الحمد لله. شو؟ والله عم نحضر مقلب هلا، بدنا نسوي مقلب. هلا في تمرين شو؟ ايه لا لا قبل التمرين هلا كمان بدنا مساعدتك. ايه انا جاهز بس يعني خمس دقائق بس. دقيقتين هو دقيقة هلا جاي الكابتن عزام ومتو. ايه. فحنسوي معه مقلب. كابتن عزام جاي لهون؟ ايه جاي لهون كابتن عزام شو؟ ايه. انا جاهز كان مسافر وجاي على اساس نحن جايبينه على برنامج فني. ايه كذا وهلا انت بدنا اياك تساعدنا. ايه انا جاهز. عرفت؟ جاهز. ماشي يعني بدنا هيك يطلع المقلب ظريفي مع انك انت موجود كمان بدك تقفل معنا عليه. خلاص انا جاهز يعني الكابتن جاهزين. استاذ كانه الكاميرا عم تصور. لا ما عم تصور بس نحن عم نعير هلا بين عرفت؟ نعير عيال استاذ نعير عيال. ايه باين باين عم يصور هو. لا 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 خلص حطه على السيبه اذا بدك. هلا انت بدك إيه انت عامل حالك ما بتعرف. بضحك ما بضحك يعني شو قالوا لك؟ ذكرني بالاسم. الكابتن علي هولامي حارس المجد. يعني انت عامل حالك ما بتعرف شيء عن القصه. عارف ما تكشفنا ويروح تعبنا هيك. بتعرف هو شو المقلب؟ المقلب بدي اركض انا. ايه بتعرف شو المقلب؟ بدي اركض انا وعلى اساس انت هلا هو بده يتدرب عرفت؟ دغري بقلب اللقاء بتشق يا زلمه. الكابتن معقول هذا بصير؟ بصير؟ شو ما بصير؟ لا ما بصير. لا انت ما حتأذي بس رد صغير. كاميرا خفيه هاي اللي جايين. طيب عندي حل عندي حل. هلا انت هذا بطوله لهي العرضه ما بطوله لا اطول مني. اي بطوله هاي ليش بس شو الطابع ليه بالجول تطلع طابع لبق لبق عليك على راسه. يعني هاي كاميرا خفيه اللي جايين. هاي كاميرا خفيه نسوي فيك. لا لا هلا عن جد نحن بدنا نطلع شغله ظريفه شغله يعني يتفاجئ فيها الجمهور. يعني نحن القصد كابتن انه بس تعمل لك شوطه على رجله بس هيك نشوفه عم يتوجع قدام الكاميرا يعني مشان مشاهد كمان يضحك ما بده يعني مثلا هو واقف هيك واقف فادي هلا انت بس بتكمش هيك تعمل بس على رجله او على وشه على وشه على وشه استاذ هاي ما كاميرا خفيه هاي يا اخي على وشه بيضحكوا اكثر ما كاميرا خفيه هاي استاذ على وشه شو بيضحكوا اكثر العالم ايه بيضحكوا اكثر لا ما بده يضحكوا علي يضحكوا العالم يحكوا علي ما بيحكي استاذ كانه عم يصوره التصوير لإلي ما شاء الله يا اخي ما وقف التصوير عم يعير كاميرا لا لا ما عم يصور كابتن لما بتشتغل كاميرا في ضوء احمر هذا الضوء الاحمر مو شغال هذا شايفه شغال مو شغال شبك يا زلمه جاي نعمل انا عندي خطه ثانيه ليش الكابتن ما بيوقع على راسه هذا ما بده كابتن بيطلع بيضحك مهرج انت بينزل على راسه
هلا انت هلا صار بيضحك اكثر المهرج يطلع يضحك اكثر مو انت مو انت انت عم يقول لك بيضحك اكثر لا هي مثلا هلا الطابه اجت هي ايوه هيك خلص مثل ما هو صار هات ارجيني خلص صور هيك الحارس انت هيك صور هات لشوف عفوا يعني ها شوف هلا هيك انت تكمش هيك طيب هات انا بسويها عليه ها ها هيك يلا تعال خلي هلا شلون انا بدي هي هات انا بسوي عليك مو تشوطني الي هو قصده لا مو عليه شوف هلا انت هو كابتن هلا نحن نتفق نحن وياك على المقلب عم تعصب علينا يعني لا مو واقف بالنص هاي مو كاميرا خفيه هاي بضربه وهي ما كاميرا خفيه هاي لك نحن بدنا العالم تضحك شايف طبيعيه يعني يا انت وقع يا هو المهم واحد منكم يضحكوا عليه العالم شو احنا جايين نضحكوا علينا العالم احنا لا العفو مو قصدي قصدي هذا الشيء ما بيصير هيك قصدي ينبسط المشاهد ليك اذا ما بدك المشاهد بينبسط بغير الطريقه هي هلا انا اكتشفت شغله يعني انت مو مع الكاميرا الخفيه القاسيه اللي لا. مثلا بيكسروا انف فيها واحد هاي مثلا هذا فيلم رعب هذا بصير اه شايف ما قلت لك ما بصير هذا بصير فيلم رعب هلا في واحد زميلنا عمل كاميرا خفيه جاب سيجار التاكسي طلع صاحب التاكسي لفوق قام رجع لقاها مقلوبه بقلب انت مو مع هيك كان لا بنوب انا ماني بترعب ما هاي الله يعين المشاهد عليها هاي عندي حدا اي احيانا بينزل الطير بوقف قلبنا بشد عليه يصير بالمقلب انا بس مع مين بدي احكي معنا كلنا معكم كلكم مره بالمقلب الماضي انا واحد بس يعني وقت حطينا بدي حديد حطينا حديد بقلب الطابه حطينا حديد بقلب الطابه اجى بده الطابه في واحد كسرت رجله كسرت رجله يعني احنا ما بنحب الاذى معناته انتوا هاي مكمره خفيفه متعاملين مع شيء دكتور دكتور كسرت جبصنوا له رجله هذا دكتور عظميه متعامل هلا هي النوع من الكاميرا الخفيه بتحسها مؤذيه ما هلا مو بس طبعا يعني مرة عم يلعب بالثلج بيأذي شيء وتمسك تضرب فيه حطينا بقلب حجرات أدوك العناية العناية المشددة ضلت ثلاث أيام أنا حاسس إنه الكاميرا خفية معي مو ياك يا أخي أنت عم بتصور شيء شو بدك تعير يعني طيب عير لهنيك عير لهنيك خلص طبيعي عير خذ الكاميرا لهنيك شوي أنت ليش عايره انتباهك؟ لا تعير الكاميرا انتباهك خليه عير ماني ليش عم تعير أنت صوتك عالي صار صوتي عالي يلا هات بس عم نوصل يلا يا جماعه اي كابتن انا مش بحط صوتي انت شوي عالي فالحارس صار على طول لازم يكون صوته عالي بسمع هذا بصير بعيط على المدافعين هاي هل... طبيعه طبيعه انت ولا مره صوتي عالي ولا مره قصدت تضرب لك هيك شيء لاعب على نص يعني مثلا ضربته على خلقته قمت عيرته صار معه عاهه مثلا لا صار يعيروه ليش هي مو الرياضه اخلاق وفن وهي بس بدي وزوق اي هذيك القياده الرياضه اخلاق الرياضه اخلاق خلي شوف انا شايف انا شايف كثير يعني الحارس بيطلع الحارس هيك بكوعه وبيكلخه على وشه بينزله للمال وبيعطوه فوق للحارس طبعا انا لا 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 ما حنأذي كابتن عزام هلا ما معقول جاي كمان بعدين لا تنسى مانو يعني هو مانو شباب بعمره نأذيه كمان لك لا انت ما حتأذيه انت هو ما بيكون عم بيتدرب عن غير قصد بس هو راكب الحقه نزل الشورت تبعي بالصحيح يعني فكرة هي تطلع بالجنة عن جد فكرة بالجنة عن جد معقولة واحد مثل الكابتن معتصم بدنا نساوي فيها ما معقول لا لا ما بسعى فيها عزام لك عشان شو تحط له سكة توقعه سكة سكة شو سكة قطار لا تعالوا نفتح الطابة ونحط فيها حديد أو حجر اي خلاص نتاعك نحط فيها حجرة افتحوها ونحط فيها حجرة شو رأيكم حجرة ايمي اوافق انت هاي 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 احلى فكراي وصل يعني رح يعني يوصل افكار جهنميه مبين عليها رح يوصل انا رح اروح اشوفه اذا ما متفق معنا انه ناذيه يعني تساعدنا يعني انت مو مع الكاميرا الخفيه اللي بتاذي هلا في ناس عم تشتغل استاذ في شغله هلا انت هذا يعني كابتن محترم وهي جاي من الامارات معقوله بتكون تسوي فيه هيك؟ لك في كاميرات خفيه عم يسوي زي ما عدنا هاي مو عندنا هاي استاذ اه برافو يعني هاي كاميرتنا كاميرتنا هاي بالعكس يعني احنا ملينا من هاي الشغلات تبع انت حياتك شفتها انا جهزت الحجر يعني هاي انا مستغرب من عندك استاذ انه هيك بتصير بس قلنا اليوم يعني بلكي نغير نسوي هيك شغله يعني نكسر له رجله مثلا مو له لرفيقه هو جاي معه بس انا ما بسوي يا استاذ انا جهزت الحجره انا ما بسوي انت اذا شو تعمل؟ انا ما بسوي انت امسكه امسكه وفادي بيكسر له رجله مو كسر خليها مثل هذيك المره شعر فكش شعر لا ما بصير شعر
و شعر يعني قافية. انت مو حاجزك مسك الطابه بزت عليه انا بعمل له زق هو بزت عليه بمسكه وانت تجي تضربه ما هيك ما بضربه انا ما حضربه هو حيوقع لحاله ايه بيوقع لحاله خالص بس خطيه. طب انا عندي حل انت ما بتضل تشرب مي حارس دائما خاطر تنهي ايه ليك حساب طيب نحط له مي عم تغلي طيب, طيب انت حط له مي عم تغلي طيب انت 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 عم تطلع كل الحلو ليش عم تدخلني انا يعني فانا انتم بدكم ياني وجودك اكبر مبرر لهذا الموضوع انت حارس مع فما حيشك في الموضوع حبيبي انت ليك انا بساعدك على الشيء المنيح غير كابتن كابتن تخيل حط له عن جد مي سخنه بالانيه المي بيجي وعطشان بيحترق لسانه انت مو راح هي هلا بروسيا هيك عملوا مره كاميرا خفيه يعني استاذ احنا ما احنا بروسيا ايوه احنا ما احنا بروسيا رايك نحن انه لازم تكون كاميرتنا الخفيه محترمه استاذ نسوي كاميرا خفيه مع غير يعني انت يعني ما انا لا انت انت فقط مشارك انا ما راح ساعدكم يعني طب انا يعني واحد ساعدكم انا ما طب انت ما تساعدنا بس انت قل له على المستشفى انا ما بساعدكم احنا بنعمل القصه وانت قل له على المستشفى انا لا ما هاي شغله ما ما بشتغل لا لازم لازم لا لازم يطلع ليش ما انت بتاخده على الدكتور اخي لازم يطلع من هون اسعاف كيف ما بدكم لازم يطلع من هون اسعاف انا شغله ما بشتغل ما بشتغل انا بساعدكم بس ما مو بالطريقه هيك يعني كاميرا خفيه هيك لطيفه بساعدكم غير انت يعني مع الكاميرا الخفيه اللطيفه اي غير طب شو في لطافه نعمل معه واحد جاي من الامارات يعني, يعني هاي شغله شغلتكم انا بنحط له من على اساس جايبين له هديه قالب جاتو بنحط له فيها فتيشه بتطقوا بترعبوا بترعبوا ايه بس باين انت الكاميرا يعني شو وضع الكاميرا الكاميرا واقفه كاميرا واقفه مصور باين استاذ رضوان ليش مو انت ما بتلبس هدول وانت اذي فكرت انا انت اذي انا باذي ايه انت وين رايح كابتن كابتن بدك تمرين الاستاذ رضوان بوقف محلك هو اللي بيأذي وانت يا استاذ انا بدي اكفي تمريني وشوف واحد غير يعني انت شو عندك في عندي تمرين مو فاضي يعني لا كابتن الله يخليك نحن مو فاضي تساعدنا بالمقلب بمقلب ساعدكم على عيني وراسي مقلب يكون كويس بس اما ضرب وهي انا ما بشغل مو ضرب مو ضرب كسر كسر وخلع هاي شغله كسر وضرب شغله ما تسوي شغله ما تسوي شو بتسوي انت فرصتك الوحيده هلا كيف بدنا نطلع المقلب بضحك لكان طيب هاي بتضحك هاي اللي بتبكي هاي طيب طب ليش ما انت هاي بتضحك هاي ليش ما انت بتتصل بالشرطه مثلا اي انت شوف بقول له جايين شو بقول له يعني مثلا مشان يعني تكمل جايين عصابه او جايين اي عصابه اتفق مع الشرطه انه كمان نحن عم نسوي مقلب عصابه الايدي الخفيه مثلا اي باين قول لهم هيك لا شغله ظريفه كثير استاذ انا قلت لك تحبوا ساعدكم يعني بشيء منيح باين التصوير لهون يعني مو ليش عم تلحقوا بالكاميرا يا اخي حاجه ليش عم تصور انت عم يجرب وشي لانه انا عم بدوب المكياج على الشمس طب هلا ماشي ذات يعني انت ما حتساعدنا انه نحن نتصر له لا طب يعني معقوله هاي استاذ هاي ما الله يسامحك على هالفن اللي روحتها هاي ما رياضه ولا هي الله يسامحك انا عم اتفرج على قناه اكشن كثير تفضل كمل تعال لك تعال كابتن شو بقى لك يا كابتن تعال زلمه ليش هيك زلمة؟ طب شو بقى؟ يا استاذ هذا ما تصرف هذا ما تصرف بنوب ولا رياضي ولا شيء نهائي يعني انت مو مع هذا التصرف هذا ما بده يعمل لي المثاليات انا بنوب عرض عليه شيء انا بنوب عرض عليه طب معطيك قرشين شو قرشين يعني؟ يعني جرب معقولة هي قرشين احنا شاركنا كرمال مصاري ما مصاري؟ ما هو مشان شوي تتخلى عن شوية مثالية أخي ما فيها شيء خذ لك قرشين وبتركز على حالك وشو بدك فيه انت كسر ولا ما كسر يا زلمة شو قرشين ما قرشين انت شو عم تساوي لقرشين هاي الشغلة ما بتركز نزل خلص طب تعلق لك كابتن تعلق لك ما بتشتغلها ما بشتغل طب هلا نحن طلعنا نحن عم نصور معك كاميرا خفية بتعرف عن جد عن جد ونحن هالشغلات ما بنشتغلها بعدين انت هلا بدك توقف بالجول وبشوط عليك ما شاء الله كابتن نحن عم نعمل فيك انت المقلب لا رح يجي الكابتن عزام ولا رح يبين ما في شيء نحن قصدينك لك يعني يعني الكاميرا عم بتصور كانت يعني كنت شاكك اول يعني عم يلحقك الكاميرا مان مشانك كنت شاكك انا من اول شيء ايه ده انتوا هنا دلوقتي انا هودعكم وبكره ان شاء الله هشوفكم في حلقه جديده
من مقالب في الملاعب. لكن قفلتنا سعيد.